بداية كل عام وكويتنا الحبيبة في أمان وازدهار وتألق، وبالنفس الوقت ألف مبروك للهلال، هارد لك للاتحاد. ردود أفعال اللقاء من قلب الحدث مع مراسلنا أحمد الجدي، نتابع. فعلا مباراة صعبة وفريق الاتحاد كان يعني نت قوي وفي أفضل حالاته، وهذه المباريات حقيقة الدور الثاني دائما كذا مباريات صعبة، وكل فريق يبغى يحسن من مركزه ويحسن من وضعه. الحمد لله على النتيجة، وإن شاء الله أننا يعني نقدم مستويات أفضل بإذن الله. قبل المباراة لا، أثناء المباراة يعني توقعت مباراة أسهل للأمانة، بكل صراحة أقول توقعت مباراة أسهل من المباراة اللي شفناها، فقبل المباراة كنت مرتاح، لكن بعد الشوط الأول شوي بدت الأعصاب، بدت الفكرة أنه يمكن هل في احتمال أنه يفقد نقطتين الهلال اليوم. الاتحاد لاعب بشكل جيد، مسكر، هجمات مشددة خطرة، فبدت الأفكار والضغط مع الشوط الثاني. طبعا في العشر دقائق الأخيرة يعني خلاص الدراما وصلت الحد الأعلى. يعني يمكن الشوط الثاني كان أفضل فنيا من الشوط الأول، ما استحق الاتحاد الخسارة، ضربة جزاء يعني ما أقدر أقول لك أنا مدى صحتها، لكن ما دام أنها في فار أتوقع أنها صحيحة. ألف مبروك نادي الهلال الفوز هذا، وأحب أقول كلمة يمكن لكل الجهات المعنية على ما قاموا فيه من ترتيبات وفعاليات بمناسبة اليوم الوطني الكويتي، فهذه مو شيء غريب صراحة على الأخوان في المملكة العربية السعودية، يعني أثبتوا اليوم أن ومن زمان أصلاً الإثبات هذا أن الكويت والسعودية شعب واحد. أشكر الهيئة العامة للرياضة على ترتيب مثل هذا اليوم، أشكر نادي الهلال طبعاً والجماهير كلها اللي حاضرة اليوم، التفاعل اللي شفناه، الشعب السعودي كله طبعاً يعني بالنهاية هو مجرد يوم لنجدد الحب لبعض ونجدد الوفاق مثل ما شفنا بالشعار. أنا كنت أتمنى الفوز للاتحاد، يمكن بعد إلغاء الهدف يمكن اختل توازن شوي الفريق إلى ما سجل الهلال البلنتي. بشار، كان في تحدي بينك وبينك قبل المباراة؟ كان في تحدي، أنا كنت أقول 1-0 للاتحاد، هو كان يقول نتيجة كبيرة للهلال. الجمهور شوي قلق على مسألة أنه دائما لآخر دقائق الهلال يفوز. ما في شك تبعث على القلق، لكن كويس انه الفريق يعني يتدارك ولكن ان شاء الله نعم متصدر. تعرف الان المنافسه الان قويه، وكل مباراه لازم تفوز عشان يستمر الفارق.